مساك شباب، معكم حلقة كبيرة مع يوتيوب جيمنج. النهاردة كنا هنلعب لعبة بصراحة ما كنتش متخيلها. اللعبة دي يا جدعان فكرتها باختصار اللي احنا هننقل الحيوانات من مكان لمكان. هيبقى عندنا العربية بتاعتنا النص نقل، ناخد فيها الحيوانات ونبدأ ننقلها. وابو اللذاليز هيكون يا جدعان هيسوق العربية دي، فهتبقى حاجة جامدة يا جدعان، هتبقى تجربة جديدة. فخلينا ندوس يا جدعان بلاي، بس ربنا يستر، لان في حيوانات مفترسة هننقلها من مكان لمكان وهتبقى فيه مغامرات واكشن. فخلينا يا جدعان نختار اول ماب وندوس بلاي. عندنا اول مرحلة بتاعة البقرة، فخلينا نجيبها. يلا ايه ده هنا البقرة يا جماعة. يلا يا فلاتريز اجري على العربية، حط لها الاكل، خش وتغذي. نيام نيام نيام، اوكي اكلنا وتغذينا. تركب بقى يا جدعان العربيه، نبدا بقى ننقلها بالعربيه لحد المكان، بقولك وديها لاقرب مكان. والله يا جدعان صوت المزه يا كابتن، هو السريع. ناخد طيب الطريق ونخلي بالنا احسن لو عملنا حادثه يا جدعان. بس العربيه حجمها صغير يا جدعان، ولا ممكن يكون مزوقه من بعيد. ايوه نيجي عند ايه ده ايه ده، مانو ده زهال كده. والله حجمه عملاق. بس هوب، بس كده وصلنا البقرة، مبروك علينا. المكسب كانت المهمة لذيذة وسريعة. اوكي نيجي يا جدعان للمرحلة اللي بعدها. المفروض اجري اجري بسرعة. ايوه الحاجة موجودة، كل بقى وتغذي كده، عايزك ايه تغذي براحتك. اكلنا وتغذينا، نركب بالعربية. يعني ايه بقى لما تاكل وتركب العربية بدل ما يسحبوها للعربية. دلوقتي خلينا نشوف يا جدعان نوصل. والله كمية الخرفان دي هاخدهم يا جدعان، المفروض اوصل البقرة بمكان. يلا ركز يا ابو اللذاليز، ناخد شمالنا نهدي. خلاص يا جدعان انا بقيت سويق محترف. اوكي ايه ده، دي جايب اخواتها ولا ايه؟ عاملين اجتماع يا جماعه. اوكي جابت اختام، الحمد لله على السلامه. يلا يا اختي انا مستنياك. يا والله كنت مستنيها البرسيم. ناخد دي كمان. خلي بالك يا ابو اللذاليز. والله يا جماعه خلاص بس نركز نصحصح. في منحدر هنا، مش عايزين نخبط بالعربيه عشان العربيه ما تقلبش مننا يا جدعان، وبالتالي الحيوانات تنزل وكل حاجه تضيع مننا. الله يستر وصلنا للهدف بتاعنا. اوكي يلا فرمل يا راجل. ايوه بس كده، ثواني يا جماعه انت بتستهبل ولا ما انا واقفها صح؟ يب نزلها. يا سلام، باي باي يا جاموسه، اشوفك على خير. باي باي، يلا مع السلامه. وصلنا اول واحده يا جدعان، وبعد كده هنوصل البقره الثانيه للجهه اللي متحدده لنا. فخلينا نرجع بس بالعربيه. اوكي مبدئيا يا جدعان ما تنسناش بقى باللايك. خلينا نوصل الفيديو ده يا جدعان ل 50,000 لايك، لان خلاص انا بقيت سويق يا جدعان. كل لايك ده معناه ان ابو اللذاليز خلاص دخل في مرحله الاحتراف يا جماعه، والسواقه بتاعتي عجباكم صح؟ يلا نكمل. هدي هدي، شوف شوف بقى، بص 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 الكيرف ده، مفيش حد يعرف يعملها غير لو واحد سويق زي ابو اللذاليز. بص بص اتفرج وتعال. ايوه يلا يلا يلا، اوعى تخبط يا ابو اللذاليز، شكلك وحش. يلا ايوه الكيرف بقى استاذ، اركن بقى على جنب. ماشي خلاص يا بقرة، هادي بقى شكلها اتحمست. اقف يا حبيبي يا راجل، ما تمشيها لي يا راجل، يعني خلاص العربية حجمها صغير، قصدي المكان متحدد صغير، العربية عملاقة. أخيرا يلا انزلي. إيه الحكاية يا جدعان، المرحلة دي كلها بقر ولا إيه؟ مش فاهم أنا. اجري بسرعة، ناخد بقى البرسيم. قولي يا جاموسة، المهم أكلت يا جدعان. نبدأ ننطلق بالعربية النص نقل، وخلينا نشوف الهدف بعد كده التاني. بيقول لك جعانه، فخلينا نشوف على حاجه تاكلها. وكانت بتعمل ايه من شويه؟ هي عشان تركب بتاكل، ده غير الاكل اللي والله العربيه اتبهدلت. ده انا اروح المشوار الاخضر ده يا جدعان اكون متخرش من الاساس. يلا يلا خد بقى يا جدعان، نهدي هنا في الكيرفات واحده واحده. طبعا اللي سواقين زي ابو اللذاليز هيعرفوا كمان انا بقوله. يلا اوكي اخدناه بكيرف، ناخد بقى التانيه اللي بعدها واحده واحده على هادي يا ابو اللذاليز. الله الله الله، والله بنزين وكيرف يا جماعه، البقرة مش مصدقة. يلا عايزين ننجز في الطريق، لان احنا لو طولنا يا جدعان ممكن تجوع مننا، فبالتالي هنوديها للراجل مرضانة، وانا ده انا مش عايز اعمله. يلا يلا بسرعة بسرعة، بنزين بنزين، الحمد لله على السلامة. هدي بقى هنا واحدة واحدة. ايوه شوف بقى الركنة، ايوه هدي. والله يا برنس والله يا برنس، ايوه طلع قدام. يلا انزلي يا جاموسة بقى ما تقرفناش. يلا يا اختي ما تتبختري. اوكي دلوقتي نقدر نختار حيوانات تانية يا جدعان. بصراحة أنا عايز أختار الفيل، وبعد كده نختار وحيد القرن. الخروف هيبقى سهل عشان كان ماشي مع الجابوسة، فخلينا نختار الفيل. اوكي دي هتكون لذيذة يا جماعة، فخلينا، لأن الفيل حجمه عملاق والله بس سريع. دي يعمل ازاي الصوت بتاعه الغريب ده؟ يلا هدي يا عم الفيل، مش عارف هيركب ازاي في العربية، ده حجمه عملاق. كانت البقرة كانت حجمها صغير شويتين،
والله دخل برنس. الله عليك كفيل، عارف الطريق بتاعه. بس بقى بقرة، انا كنت لسه مفسحك من شوية. فيه انت كمان هتاخد حقها. المهم جدا نمشي من مزرعة التعيسة دي وخلينا نطلع من المكان ونهدي عند الراجل. والله كانت تجربة لذيذة. اوكي هدي 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 هدي. مش ملاحظين حاجة يا جدعان، اول ما ركبت العربية الفيل حجمه صغر. ايوه اجري يا معلم سريع سريع. طبعا يا جدعان انا هقول لكم على حاجة، لو انتوا عايزين تعرفوا سر ابو اللذاليذ في السواقة هتلاقوا الزر بالاحمر تحت، دوسوا عليه بسرعة وحاولوا نروح. اوكي تمام هدي بقى هنا. استنى كابتن الفيل اول ضغط عليا يا جدعان، حط طوله في مقدمه العربيه بس كده. الحمد لله على السلامه يا عم الفيل، طلع بيتحمس وجاي جاري. عندنا يا جدعان بقى في نقل تاني مطور، فانا هجيب بعد كده اللي بالهليكوبتر، بقى هنختار حاجات تانية حماسيه هتبقى جامده جدا. فاحنا اخترنا اللي بالهليكوبتر، فخلينا يا جدعان نشوف وحيد القرن. خلاص بقى يا جماعه شفتوا، بدخلكم من حوار العربيات والسواقه، يعني تاخدوا رخصه في اللعبه، رخصه الطيارات على طول. شوف من عربيه لطياره برنس. والله يا جدعان دلع. ايه اجري يا واحد حد يلا. تمام يركب بقى الطياره يا جماعه. شفتوا السواقات العربيات عامله ازاي؟ اتفرجوا بقى عليها في سواقات الطيارات. استنى يا جاموس ما تلخبطنيش. والله بدات اتوتر يا جدعان من صوتهم. هدي 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 هدي. اوكي زي ما احنا ماشيين. والله سهله. هننزل بقى بالراحه يا جماعه. وحيد القرن ده تقيل. نزلناه في المكان الصح لسه نطلع قدام. هو يا جماعه انتوا عاملين اجتماع هنا. سير 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 واحده واحده. هدي 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 هدي. التحكم كان صعب حبتين يا جدعان، بس برضه الحمد لله سويتنا كانت كويسه. يا بنت انت فرده، والله هروح ارفضك فرد جاموس دي العباله تمام ولا عماله تزمر التاني. خلاص بقى وصلت جاي معايا يا جماعه. والله انا بتتخيل ولا ايه النظام؟ البقره شغال خلاص. في ايه؟ ركبنا وحيد القرن يا جماعه، بعد كده هنروح نوصله اقرب مكان. انا بس نطلع بالطياره الاول. صدقوا بالطياره اسرع كتير، مفيش عواقب. الله 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 الله. هدي هدي يا ابو اللذيذ واحده واحده. ايوه هدي بالطياره. الله على الاحتراف، الحمد لله على السلامه. والله يا جماعه انا حسيت انا بقيت سويه بالطيارات بقى، خلاص عديت مرحله اسمها دي التريلات والحاجات دي، دخلنا في الطيارات، فهتبقى دي المره الاخيره لينا، بقى كان نخش في حاجات تانية. يلا. واحلى حاجه بصراحه الوحيد ده مساعدني بصراحه، وانا خرطيت البحر ولا اسمه يركب يا عم. المهم يلا قاعد بتدلع. اوكي ركبنا الطياره يا جماعه. تمام هنشوف حاجة ياكلها. اوكي انت مش صايم ولا ايه؟ لا تستقبل يا ابو اللذاليذ. يلا 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 انطلق انطلق انطلق. واحدة واحدة. يا جدعان المرحلة دي ما فيها اسهل منها، يا عم جيبوا لي مرحلة صعبة. يلا 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 يلا.
المصطلح ده بيستاب يعني جايب طياره مخصوص تنقل المكان الصغير ده. الحمد لله على السلامه. بصوا بقى يا جدعان، هنخلينا في حاجات تانية جديده. احنا خلصنا الطيارات وخلصنا كمان اللي هي المود الاولاني، هنلعب بقى يا جدعان حاجه اسمها الرامب مود. فخلينا نشوفه نختار حاجه جديده. خلينا نختار الخروف بقى المره دي. اوه يلا 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 طير. ايه انت طالع يا ابو اللذانيز؟ هدي 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 هدي، تحدي مجنون يا جدعان، والبتاع موجوده في اخر الدنيا. الله 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 الله، ايزي هنا يا مولي، خليك محرس يا ابو اللذانيز وانت بتجري دون توري. خلينا يا جدعان نغير الكاميرا. اوكي الله، يلا 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 فيلم اكشن. وي ايه ده، انا مركب ايه في العربيه؟ والله ما شفت يا جماعه. يلا يلا بس خليك كيرفول يا ابو اللذانيز، انا مكيرفول يا جدعان، اي حاجه هاخدها بكرفله. يلا 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 يلا. اوكي الطريق واسع والله، اي خلوه يا جدعان اخد كيرف تبقى مشكله. يلا فينا زلايه. وي الله الله برنس تير. ايه 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 عايزين بقى يا جدعان نطاك او تنزل بقى ايه على المكسب على طول. ايه ده، الراجل واقف في الطياره قاعد بيصور. بص يا زعيم اتفرج بقى على الكيرف ده. وي الله الله. دلوقتي يا جدعان خلصنا المود بتاع اللي هو الجري ده، وعندنا فيه بتاع الطياره خلصناه، وبتاع النقل عندنا يا جدعان فيه بتاع انقاذ الحيوانات. فخلينا نشوف. طيب ندوس نكست. ممكن انت برضه تاني ولا خلينا ننقذ ايه؟ خلينا ننقذ البقره يا جماعه. كانت بقره ماشيه والله. ايوه في عربيه سريع، والبقره ماشيه بتتفسح. خلاص يا اختي زنات معاكي. بيو استموتت فيها، اجري بسرعه. اوكي الفرامل ماشي، بيعرفنا التعليمات يا جماعه. طب احنا عارفين يا حبيبي. اوكي ناخد بقى الجاموسه يا جماعه. طبعا زي ما شفتوا الحادثه المجنونه دي كانت بتعدي، كانت فكرت برسيم الناحيه الثانيه فحصل خطا فني وراحت تجري يا جماعه على كرشاه، واستعجلت شويه. كانت لو كانت استنت شويه كان زماننا ايه جايب لها الاكل لحد عندها. بس هتقولوا ايه بس، يلا الحمد لله على السلامة. كانت في جاموسة ماشية على الجبل، بتعملي ايه يا بنتي؟ وي يا يا اختي شوف بتستقبل ازاي، عاملة نفسك انها وقعت وانا اروح انقذها. شوف بقى البقر، ده اسمه جنون البقر يا جماعة، افتكرت. تطلع في اي حاجة ويجي لها جنان وتنط من فوق مكان عالي. يا بقرة يا مجنونة. الله البقر ده يا جدعان تعبني. يلا نوصلها بالسلامة. اوكي بعد ما ناخدها يا جدعان نعالجها عند اقرب دكتور بيطري. يلا الهدف اللي بعده، الراجل قاعد مستنينا. هو ده الدكتور، يا دكتور خد يا معلم. هو ده الدكتور بقى ظبطها. حاجة كمان انت جايب جاموسه بتدلع؟ لا لا دي ما بتدلعش يا جماعه، دي هتتاكل. اجري يلا يلا يا اسطوري، هيجي قرمها قرمه والله. يا لهوي عدوها يا جدعان. طب هياكلوها ولا هم شغالين بياكلوا فيها؟ يا جعانه راح، انت مجنون يا عم، دي اتاكلت. هي جعانه ازاي؟ البقره اللي جعانه ولا الاسطوره اللي جعانه؟ انا خدت مين يا جدعان؟ والله ما عارف. اخدت البقره اللي ميته، بس هي لسه فيها حلاوه الروح يا جماعه. يعني في امل، في امل ان شاء الله تكون بالسلامه. هناكلها شويه برسيم، هتيجي ماما وخلاص كده الحمد لله على السلامه. هو ممكن يا جدعان الجنين كان عندها حبتين زياده شويتين، فخلينا نكمل نقدر نقول الحمد لله على السلامه. الحمد لله وصلنا بالسلامه يا جدعان، وصلنا الجاموسه لاقرب مكان. يلا الله جنتيني معاك. صدقوا يا جدعان دي هتكون اخر ليا عمليه انقاذ، انا تعبت والله. تعبت يا اختي انت، زنات معاكي. اغمى عليها اغمى عليها من الصدمه يا جماعه. اتحشرت للاسف في مكان، وزي ما انتم شايفين احنا المفروض هناخدها ونوديها لاقرب مستشفى تتعالج. يلا اوكي البقر هنا بيتدلع والله. كمل كمل يا حلاوه، لو دي الناس هي فيها لهنا. الله ده احنا قاعدين في سيرك بقى، احنا مش قاعدين في مدينه يا جدعان. خش بقى هنا ابو اللذاليز. لا اوكي شكلها عادتني يا جماعه. يا عم حاسب يا جدع اللي ورايا اللي ماشي بالفيل ده. لا مش بعربيه، سايق فيل. تخيلوا يا جدعان انتوا ماشيين في الشارع تلاقوا اللي سايق جنبكم واحد راكب فيل. يا حلولي يلا خد لمينك. ايوه على الكيرفات بقى، انت بص في الكيرفات اسطوري يا ابو اللذاليز. يلا 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 بنزين ودوس. الحمد لله على سلامتنا. نهدي عند البابا شويه ودوس بنزين. دوس يا معلم. يلا البقر واخواتها متحمسين يا جماعه. الحمد لله على السلامه. طبعا يا جدعان اقف لحد هنا، فلو عجبكم الفيديو تنسوا اشتركوا باللايك والتعليق، وانكم تشتركوا معانا في القناه وانتم لسه جداد معانا. بصراحه تجربه اللعبه جميله، اللي احنا كان سوق عربيه ونيل الحيوانات، بس جنون البقر في الاخر ده ساد فيها البقره بقى تستهبل هنا وساب هنا. فانا قلت لا انا سايب الشغلانه يا جدعان، وخليكم انتوا بقى تكملوا وتقولوا لي وصلتوا لانه مرحله يا جدعان، او وصلتوا لحد فين؟ اكتبوا لي في التعليقات للمراحل اللي وصلتوها. اشوفكم مره جايه فيديو جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.